شهدت ولايتي كارولينا الجنوبية ونيويورك ومدن أمريكية أخرى مظاهرات احتجاجية على سياسات الرئيس دونالد ترامب إزاء المهاجرين. كما شهدت مدينة شارلستون في ولاية كاليفورنيا الجنوبية مظاهرة بالتزامن مع وصول ترامب إلى المدينة. بينما تجمع المئات في ميدان واشنطن بمدينة نيويورك ورفعوا لافتات تعبر عن التضامن مع المسلمين وترحب بالمهاجرين وتندد بحملات الترحيل القسري التي تشنها السلطات الهجرة ضدهم. ومنذ تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني الماضي يواجه ترامب موجة مستمرة من الاحتجاجات والمسيرات، أبرزها مسيرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص في مدن أمريكية عدة بعد يوم من تنصيبه. في سياق متصل، خرج آلاف المحتجين في العاصمة البريطانية لندن في تظاهرة تنديدا بسياسات ترامب التي وصفوها بالعنصرية.